السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرون هي طيارة صغيرة لكن ليها فوائد كتير قوي، ناس كتيرة بتستخدمها في الشغل. يعني أنا في الشركة اللي كنت شغال فيها كان في عامل بسيط خالص اشترى درون سعره مش غالي وبدأ يخليه يصور المشروع، فصاحب الشركة عجبه الفكرة وخلاه اترقى وضرب المرتب بتاعه في 3 وربنا يبارك له يعني، وبقى ليه بوزيشن في الشركة ان هو كل اسبوع بيطلع الدرون ويصور، وبعد كده في قسم الاعلان بيبدأ ياخد الصور دي ويبدأ ان هو يبعتها للمجلات وهكذا. فناس تانية استخدمتها مثلا في انها ممكن عايزة ترفع حاجة معينة لارتفاع عالي، يعني تخيل حد مثلا فوق خالص ونسي يطلع مثلا بجهاز قياس او حاجة زي كده، فممكن يطلعها له بالدرون او يطلع له جهاز مثلا لمبة معينة هيركبها. في ناس استخدمتها في انها توصل الطلبات زي امازون مثلا، بدأت تعمل تجربة ان حد طلب حاجة في مكان معين بتبعتها له من خلال الدرون، وفي بعض المحلات بدأت تاخد الموضوع ده. ودلوقتي بدأوا يستخدموه في ان هو ينظف النوافذ، بدل ما واحد يبقى متعلق بحبل ويبدأ ينظف النوافذ، لا الدرون بترش المية بالشكل ده تمام وأسرع وأكثر أمان. وفي شفت في أحد المعارض كان بيرش الزرع، بتبقى حجمها كبير وفهمها كتير وتلف وترش كمية كبيرة جدا من الأرض. بس النقطة السلبية إنها قضت على وظائف الناس، يعني الشغلانات دي كان فيها آلاف الناس فالدرون أخدت الوظائف دي من ملايين الناس. فالسيناريو هيكون إيه؟ هل الناس دي هتخسر وظائفها، هتلاقي وظائف تانية، هل الحكومة مثلا هتديهم مقابل مثلا أو حاجة زي كده؟ الله أعلم، ده في علم الغيب، لكن ربنا يستر.